محافظان في بابل وثالث يؤكد أحقيته في المنصب. فما إن صدر قرار رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني بإلغاء الأوامر الديوانية لحكومة التصريف بغية تصحيح أخطائها وهفواتها، ابتدع المعنيون في المحافظة تأويلات للقرار سعيا وراء منصب المحافظ. فحسن منديل النائب الثاني للمحافظ وهو محافظ سابق أنهت حكومة التصريف تكليفه، بادر إلى تسيير أمور المحافظة مدعيا أن إلغاء تكليف خلفه يعني عودته إلى المنصب، غير أن المكلف علي علاوي لم ينفك عن إدارة المحافظة، متذرعا بأن قرار إنهاء تكليفه يتضمن تعيين محافظ جديد وأنه باق في منصبه حتى يتم تعيين بديل له. وبين الرأيين بات للمحافظة محافظان لا يملك أي منهما صلاحية الإدارة. اللي صار اليوم أمس بأنه الأخ النائب الثاني الأستاذ حسن منديل فسر القضية بأنه بما أنه ألغي القرار أن رجع الوضع إلى ما كان عليه، اللي هو كان به محافظ بالوكالة أيضا قبل أستاذ علي. قلت له بالنص يفترض يعني أنه ينفك السيد المحافظ المكلف أستاذ علي وعد ونعلم مجلس الوزراء بذلك حتى يتخذون القرار اللي يشوفونه مناسب. هذا الصراع ألقى بظلاله على الواقع الخدمي لبابل، فتسيير أمور المحافظة ومشاريعها متوقف تماما بانتظار ما ستؤول إليه قضية إدارتها. حسب تفسيرنا على الفقرة الثالثة من قرار 280 لسنة 2022 أن هذا التكليف مخالف، المحافظة فارغة ليس فيها محافظ طيلة هذه الفترة. وجهنا من خلال كتاب رسمي باعتراضنا على هذه القرارات التي صدرت من قبل النائب الثاني حسب قانون انضباط موظفي الدولة المادة 4-3. صراعات سياسية على إدارة المحافظة تحتدم كلما تشكلت حكومة جديدة، فيما يسعى السوداني إلى إيقافها وتصحيح أخطاء فاقمتها حكومة التصريف. من باب الحيدر الشلبي، يو تي في.